استطاع الشاب البحريني حسين بدر أن يبحر حول البحرين لمدة 5 أيام تجديفا، قاطعا بذلك أكثر من 100 كيلومتر. حسين خاض هذه التجربة بهدف الترويج لرياضة التجديف في مملكة البحرين وتعريف مواطنيها ومقيميها بفوائدها الصحية والنفسية. الزميلة شوق العثمان تنقل لنا هذه التجربة في التقرير التالي. مترنح بين الأمواج ومستقيم في اتجاه الهدف الذي يصبو إليه، يقلب حسين بدر المياه في اتجاه حلمه الذي راوده منذ أن فتح عيناه ولمست قدمه شواطئ البحرين. شفت الكايك، قوارب الكايك اللي هم قوارب التجديف، وحبيت أجرب، فشريت لي قوارب صغير وبدينا نطلع فيها طلعات، فزدنا على الجري والسيكل والسباحة، زيت رياضة التجديف. هاي كانت الرياضة، وعقب ما بحثت عن الرياضة أكثر في الإنترنت وهذا، شفت إن في العالم رياضة منتشرة والكل يشارك فيها، الكبار الصغار الرجال النسوان، فهني بدأ صار عندي حلم. رياضة التجديف نشأت مع الإنسان ومع بداية صنع القوارب، وتطورت مع تطور الحاجة البشرية، لكن لدى حسين بدأت هذه الرياضة منذ أن عشق البحر وعشق التجول وسط هدوئه ومساره اللامتناهي. من أول ما بديت الرياضة كان عندي حلم أن يصير عندنا نادي تحت مؤسسة رياضية عشان نقدر نطور الرياضة. طبعاً احنا في بداية المشوار، توهم الناس صارت تعرف عن رياضة التجديف الكاياك مع الستاند اب بادل بورد. هذا النشاط يتطلب تحركات صارمة من جميع أجزاء الجسم، ولا تقتصر هذه التحركات على الجسد فقط، إنما نفسيا أيضا، بالابتعاد عن العائلة والأرض والتواجد لأوقات طويلة وسط الأمواج. شهر 5 هالسنة قررت أنا وصديقي أن نطلع في رحلة مغامرة شوي، قررنا نأخذ فرع البحرين بالقوارب الستاند اب بادل بورد، القوارب اللي واحد يوقف ويجدف. أخذت الرحلة 5 أيام، تمينا نجدف من الصبح لما تغيب الشمس، وكنا نوقف في أي ساحل نحصل وكنا ننام هناك على الساحل ونواصل يوم الثاني. طبيعي كان مع ترتيب وتنظيم مع خفر السواحل، اتحاد بحرين للرياضات البحرية، كنا على اتصال بشكل يومي كل يوم صبح ظهر والمغرب مع خفر السواحل، فكانوا يعرفون بالضبط وين كنا. طبيعي لتشجيع الرياضة ياخذ واجب وقت مني، أنا عندي غير 8 ساعات دوام، عقب الدوام بعد لازم أضحي وأعطي من وقتي لتشجيع الرياضة. مصر على تحقيق حلمه رغم كل المصاعب التي مر بها ولا زال يمر فيها، مؤكدا بذلك أن الشغف يبني الحلم وإن مر وقت طويل على تحقيقه واقعيا. شوقي العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.